أتواجد الآن في منطقة الزويدة وسط قطاع غزة. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية مجزرة في هذه المنشأة الاقتصادية. كانت تتواجد مجموعة من العائلات المدنية هنا في هذا المكان، وتمت عملية استهدافهم بعد منتصف الليل. خلال هذه المجزرة سقط ما يقارب من 15 شخصا، ولا زال عدد من المواطنين تحت أنقاض هذه المنشأة الاقتصادية، والتي كما ذكرنا يتواجد فيها عدد كبير من النساء والأطفال. دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر. معنا الحاج أبو أحمد، هو أحد الجيران في هذا المكان. يعطيك العافية حاج أبو أحمد. الله يعافيك ويبارك فيك ربنا إن شاء الله. يعني إحنا بنحكي عن مكان مدني، شو اللي صار لي؟ طبعا هذا مكان مدني، وهذا الراجل أخونا أبو جواد رحمة الله عليه وعيلته، طبعا فوق العشرين، أكثر من 20 شخص راحوا ضحية هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني. وأخونا أبو جواد يعني كله رجال طيب، وكان دائما بيساعد في الناس وبيجيب لحمة من برا وعشان يساعد الناس وبيع الناس، ورجال طيب وكويس وما شفناش منه إلا كل خير ورحمة الله عليهم. ولكن هذا الأمر يعني كل عائلة مدنية ولا لها علاقة لا في عساكر ولا في أي شيء ولا أي حاجة، ضربوهم لغير ذنب. حسبي الله ونعم الوكيل. شايفين عملية الإنقاذ بصعوبة بتتم، كله بجهود ذاتية قاعدة بتصير. ما أنت تعرف يعني فيش لدينا دفاع مدني، ما فيش ولا حاجة طبعا بتخش من برا، وهي بمكيناتهم البسيطة بالمهدة والكزمة والأزاميل، هيهم قاعدين بيطلعوا جثث، هي ولا يعني بيطلعوا تحت. اليوم المدنيين بيشعروا بخوف كبير من الاستهداف في قطاع غزة في ظل استمرار الاستهداف العشوائي. طبعا شيء اكيد، يعني المدينة اول شيء يعملهم دم في اي شيء بصير، وفجأة انت لما تجي تشوف انت صاروخ او صاروخين او ثلاث صواريخ، وهذه ضحية للهم، ولكن نحسبهم عند الله شهداء عز وجل. ولكن باي ذنب يعني، باي ذنب قتلت، باي ذنب بيضربوا الصواريخ على المدنيين، على اهالي، على ناس امنين، ناس امنين في مكانهم، ناس امنين، على اي ذنب انهم بقتلوا هذول الناس؟ شكرا جزيلا. لم يكتفي الاحتلال بمأساة النزوح بالنسبة لهم، بل وصلت الأمور إلى استهدافهم حتى في أماكن نزوحهم. منشأة مدنية واقتصادية كان يسود اعتقاد لديهم بأنها آمنة، لكنها عكس ذلك. من بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.